السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا قنينة أو دي سيجار بالكفتة والكبدة، وصفة من المطبخ اليهودي المغربي الجديدة بزاف وسهلة بالتيرموميكس. غادي نحتاجوا 4 أو 250 غرام ديال الكفتة، قزبر مدنوس، نص كيلو ديال الكبدة الورقة طبعا، جوج دروس ديال الثومة، 50 غرام ديال لاشابلور أو الخبز محمص، 50 غرام ديال زيت العود، 50 غرام ديال الحليب، بيضة، غنحتاجو شوية ديال الكوزة، تحميرة، الإبزار، الملحة، القرفة، ولا بدا واحد المعلقة ديال راس الحانوت. أول حاجة غادي نبداو بها هي غادي نخلطو القزبر مع دروس الثومة بحال الشرمولة، هي اللي غادي نبداو بها الأولى. القزبر ومعدنوس، ونزيدو معاهم الثومة. غادي نطحنوهم 3 ديال الثواني فقط، فيتيس 7. دابا غادي نزيدو عليهم الكبدة اللي هي نقدروا نقولوا المكون الرئيسي ديال هاد الحشوة هادي ديال لي سيغار. غنزيدو الكبدة نص كيلو كامل، غنديرو معاها معلقة ديال التحميرة الحمراء، ربع معلقة ولا راس معلقة ديال الإبزار غير شوية، معلقة ديال الملحة، وغادي نكبو زيت العود كامل 50 غرام. هادشي كله غادي نديروه يطيب دابا لمدة 10 دقائق. الحرارة 100، السرعة غادي نديرو 1. هاي طابت الحشوة ديالنا، غادي نخليوها حقيقة هنايا في بلاصتها، ما غادي نزيدو حتى شي حاجة. غادي نطحنوها 10 ديال الثواني فيتيس 5. من بعد عاد غادي نزيدو المكونات اللي بقات، يعني الكفتة ديالنا كاملة. غادي نغاكلي شي شويه لان تيبقى هذاك الشيء لاصق في الجناب ديال لو بول باش تدمج مزيان، يتجمع مزيان مع المكونات اللي جايه. غادي نزيد شويه ديال الكوزه او لانوا ديال المسكاد، على حسب الذوق، ما تنساوش بان تدوخ شي شويه. غندير واحد المعلقة ديال راس الحانوت مهمة جدا، معلقة ديال القرفة، بيضة كاملة، 50 غرام ديال الحليب، وواحد 50 غرام ديال لاشابلوغ. هادشي كله غادي نطحنوه 5 ديال الثواني في لافيتيس 5، ونتلاقاو باش نجمعوا لي سيغار ديالنا. القنينطات كلشي تيعرف يصوبوهم، غير حنا غادي نديرو قنينطات شويه طوال، دونك نوجدو قنينطات من الاحسن باش يجيونا ساهلين، تتكون العجينة شي شوية رطيبة، دونك غير بشوية نخليها هنايا. ناخذ الورقة ديالي، الورقة دائما ناخذو الجهة اللي رطبة هي اللي على برا، والجهة الحرشة هي اللي على الداخل. تنديرو الحشوة ديالي، تنطويها، عاد تنجيب الجنيبات بحال هكذا، وصافي تندورها بحال هكا مزيان، جمعها مزيان،
وهنايا تنسدوها يا اما بالطحين مع الماء يا اما كاين اللي تيدير البيض ديال البيض. انا البيض ديال البيض ما تيعجبنيش بزاف. علاش؟ لانه تيتكشكش فاش يكون تيتقلى. دونك فوالا غادي نمشيو فحال هكا بالقنينطات ونقليوهم ونوريكم طبق نهائي بصحة وراحة. من المطبخ اليهودي التقليدي المغربي قدمنا لكم قنينطات او دي سيغار بالكفته والكبده، وصفه لذيذه بزاف ما بقى عندكم حتى شي عذر مع التيروميكس. تلقاو في الوصفات الجايه ان شاء الله.